بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع الترتيب والعمليات وصلنا لآخر فقرة في الدرس اللي هي الترتيب والقيم المقربة. دونك هاد القيم المقربة كاينين جوج، كاين قيمة مقربة بتفريط وقيمة مقربة بإفراط. دونك كاين قيمة مقربة بتفريط وقيمة مقربة بإفراط، واضح؟ دونك باستعمال مثلا هنا لقينا واحد العدد مثلا 57 قسمنا على 2005 لقينا هو هذا العدد. نخدموا على هذا العدد باش تفهموا مزيان. 0.0282297 مثلا. انت فاش غتجي دير تكتب هذا العدد لقيتي النتيجه وبغيتي تكتب هذا العدد ما غاديش تكتبه كامله، اما غيكون لك كتبوا لي بقيمه مقربه بتفريط. فاش كيقول لك بتفريط الى العدد مثلا الى بتفريط الى 10 اس، كيعطيك اما 10 اس ناقص 3 ولا ناقص 2 ولا مثلا لا عطاك ناقص 3. هاد ناقص 3 كتعني كتاخذ غير ثلاثه الارقام بعد الفاصله. بافراد الى 10 مثلا ناقص 3 اشنو كدير؟ واش كيقول لك عطيني القيمه المقربه بتفريط ديال هذا العدد. عطيني القيمه المقربه بتفريط الى العدد 10 اس ناقص 3 بتفريط. اشنا هي بتفريط؟ هي كتفرط في هذه الاعداد هذا وتكتب لي غير 0.028، كتاخذ جوج ثلاثه من ورا الفاصله وكتفرط في هذا الاعداد، ما تزيد حتى شي حاجه، تكتب هذا العدد بوحدو. الى قال لك بافراط، الافراط هي الزياده في الشيء. اش كنقول لك تاكل بافراط ولا كتخدم بافراط، يعني كتخدم بلا قانون، يعني كتزيد فيه شويه. دونك بافراط الى 0.028 شنو كدير؟ كتجير هاد الصفر دير هاد 0.0 هنا في بلاصه 28 كتزيد رقم كتولي عندك 29. صافي هادشي اللي كاين. هادي بافراط كتزيد رقم، كتجي لاخر رقم في الاعداد اللي عاطينك كتزيدو رقم. قالك بتفريط يعني كتفرط في داكشي الاخر وكتخلي الرقم كيف ما هو. لا قالك مثلا بافراط هاد العدد، قالك بافراط الى العدد 10 اس ناقص 2. هنا اس ناقص 2 كتاخذ غير 2 من ورا الفاصله، كتاخذ 2 ارقام من ورا الفاصله. هنا بافراط يعني غتزيد فيه هاد 0.0، هادشي كامل ما غيهمكش، غيهمك 2 الارقام من ورا الفاصله. غتكتب 0.0 ولكن هاد 2 غترجعها 3 غتزيد فيها رقم. بتفريط اشنو غدير؟ غتجي حتى لهنا 0.02 وغتفرط في الشيء الاخر تخلي غير 0.02. دونك مثلا غيقول لك احسب احسب مثلا العدد بي احسب القيمه المقربه، عفوا القيمه المقربه للعدد بي بتفريط الى 10 اس ناقص 4 وبافراط الى 10 اس ناقص 6 مثلا. هذا غير مثال. اشنو كدير؟ كتجي انت كتحسب العدد بي شحال كيساوي. شفنا كيفاش نحسبوه شيفت كنلقى بي ها هي وندير تساوي. دونك بي عارفينو حنا ما محدودش، هو 3.14 15 92 65 4 مثلا. هادو غير الاعداد اللي قدرت تافيشي الكالكيلاتريس، ولكن راه مازال اعداد اخرين. دونك هنا قالك بتفريط الى 10 اس ناقص 4 بتفريط يعني كتشد 4 من ورا الفاصله وكتفرط في الشيء الاخر 1 2 3 4. هادشي الاخر ما كتحسبوش. دونك هذا هو القيمه المقربه بتفريط هي 3.1415. واضح؟ هنا قالك بافراط الى 10 اس ناقص 6، دونك كتشد 6 الارقام من ورا الفاصله. دونك هاد 4 ونزيدو عليهم 2 حتى ل 92 وغنكتب 3.14 15
تسعود، وكنجي للرقم الاخر جوج نزيدو واحد تولي ثلاثة. صافي، هذا هو القيمة المقربة للعدد بي بإفراط إلى 10 أس ناقص 6. إذا هذا كل ما في الأمر. هنا كنستنتجو مثلا هنايا هذا الاستنتاج ديال التأطير، اش كيقول لك استنتج التأطير للعدد مثلا هنا 57 إلى 2005 المثال اللي خدمنا فيه في الأول. لقينا القيمة المقربة بتفريط هي 0.028، القيمة المقربة بإفراط هي 0.029 إلى 10 أس ناقص 3، وكنستنتجو أن هذا العدد محصور ما بين 0.028 و 0.029. دونك هنا قال لك غير باستعمال الكتابة العلمية. الكتابة العلمية راه شفناها في الدرس ديال القوى، كيفاش نكتبوا أي عدد بالكتابة العلمية. مثلا 0.029 الفاصلة خاصها تجي عند جوج تولي 2.9 في 10 أس ناقص 3. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان هذا الدرس. اللي تبعوا معايا، الناس اللي تبعوا معايا فقره فقره من بدايه الدرس، من مقارنه عددين شفنا الترتيب والجمع، الترتيب والضرب، الترتيب والمقلوب، فاش كيكون عندنا المقلوب، المربع، الجذر المربع، فاش كنبغي ندخل الجذر المربع باش نتعلموا مزيان، التأطير فاش نبغي نشرح لكم شي حاجه في التأطير تكون فاهم هادشي مزيان. اللي ما فهمش شي حاجه يرجع ليها، وانا غادي نحاول ندير لكم هاد، نجمع لكم الفقرات كاملين في فيديو واحد باش ما تبقاوش مشيو هنا وهنا. غير حيت الاساتذه كيخدموا فقره فقره، كل فقره كدير التمارين ديالها، ما بغيش نكثر عليكم في الاول. دابا كملنا الدرس، دابا نقدر نجمعوا لكم في فيديو واحد. نتمنى انكم تكونوا تنتوما عند حسن الظن وتبارطاجيو هاد المحتوى، بارطاجيو مع صحابكم حتى هما يستافدوا، وحنا علينا الخدمه وانتم عليكم البارطاج. الا قلت لكم دابا 2:30 وانا كنسجل في هذا الفيديو ما غاديش تيقوا، ولكن راه فريمون 2:30 دابا باش نوصل لكم هذا الشيء غدا يكون واجد. خصني المونتاج، خصني باش نلوحوا في الانترنت، خصني باش نلوحوا في يوتيوب، باش نلوحوا في فيسبوك باش يوصلكم نتوما. وانت دابا بارطاجي غادي تعكز عليها، دونك دير بارطاجي، بارطاجي في مجموعات باش تشجعنا على المزيد. وغادي ندوزو للتمارين ديال هذا الكتاب ان شاء الله، ونخدموا مع الناس ديال البيوف حتى هما شويه في التمارين ديالهم، ونخدموا معاهم الدرس بالفرنسي. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الشرح. لا تنسونا من صالح دعائكم، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.